تحية لكل مستمعينا وين ما كنتم، مرحبا بكم انتم تسمعوا في ديمانش بلوس، انتم مع الامواج راديو ميت. شكرا لاختيار موجتنا، شكرا لكم اللي اخترتوا باش تكونوا معنا في عشوية نهار الاحد. طريق سلامة للجميع. بالنسبة لموضوعنا حبينا نحكيه ايضا على الجمعيات الفتية اللي موجودة في تونس وعلى اختلاف مواقعها وايضا انشطتها وانظمتها. حبينا اليوم نهزوكم للغرفة الفتية الاقتصادية بتونس، العاصمة اللي تنظم تظاهر الأولى من نوعها للتكوين والتشغيل، انتيتولي شاس او تريزور. ودايوغ باش نتعرفوا أكثر على الأهداف من هذه التظاهرة اللي باش تكون يوم 23 و 24 جويليا 2022 بمركز النهوض بالصادرات بالمركز العمراني الشمالي. في الإطار هذا حبينا نحكيه مع ضيفتنا دايوغ معنا عبر الهاتف، اللي هي المديرة للتظاهرة هذه وعندها تفاصيل أكثر بالنسبة للتظاهرة، بيال بكي. أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك على راديو ميت. عسلمة. أهلا وسهلا. بيال بكي كاتب عام الغرفة الفتية الاقتصادية بتونس العاصمة وديريكتريس داكسيون شاسو تريل. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شكرا لك على تواجدك معنا. جستمون أعطينا فكرة على التظاهرة هذه اللي هي الأولى من نوعها اللي اليوم تربط بين وظائف أو الشغل بالنسبة لمتقدمين للوظائف هذه وأيضا الشركات. يعني تقريبا اليوم هو تقريب الاثنين من بعضهم، يعني نحكيه كسوا على لي كونديدا ولا على لي سوسيتي في حد ذاتهم اللي أغاش. Parfait. Voilà. Bien évidemment, نحن كغرفة فتية المهمة متاعنا هو توفير فرص التنمية للشباب. وبما أن نحن نسعى للتنمية، تبنيت هال الفكرة متاعنا اللي هي إن نعملوا تكوين للشباب وزيدا نعاونوهم بس إنهم يلقاوا فرص شغل. C'est-à-dire, Inch'Allah, le 23-24 juillet 2022. Donc, بشيكون نهار الأول بشيكون فيه تكوين للشباب، كونوهم على البرسونال براندينج، على كيفاش بشي يتلاقوا بالمؤسسات، comment se communiquer, كيفاش يعملوا prise de parole en public et tout. ومن غدوة يتقابلوا Inch'Allah مع شركات اللي هما في في لي دومين، خاصه في التصدير وكل. دونك فرصه بالحق فريده من نوعها، هي نحن خاطر نحبوا نحققوا اهداف التنميه المستدامه، خاصه الهدف رقم 8 منه اللي يتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق، وخاصه بلادنا هي تساهم برشا في تحقيق مشاريع التنميه المستدامه. Voilà, donc... والشيء جيد من هذا الكل انه التظاهرة هي على نهارين، امتداد نهارين، نحكيه على 23 جويليا و 24 جويليا 2022. وكي عملنا طلع زاد على البروغرام لاحظنا انه صحيح ثم الركن هذا اللي هو اللي فيه برشا نتوركينج، يعني تعارف بين الشركات وايضا الراغبين في التحصل على وظائف، ولكن اللي لاحظناه انه ايضا ثم زاد دي فورماسيون باش يكونوا موجودين، يعني دورات تكوين في البيرسونال براندينغ وايضا في البوبليك سبيكينغ او البابليك سبيكينغ. فوالا، دونك هي تظاهرات نتاع الغيزوتاج الحقيقه موجوده برشا وكل، اما ديما اللي ناقص هو تهيئه الشباب انهم باش يقابلوا لي زونتربريز، كيفاش باش يحكيوا معاه، كيفاش باش يعني ياخذوا لونتروديان دو بوش ويرفوا كشغل وكل. دونك نحن قلنا نهيئوهم قبل، نعطيوهم الفرصه هذه مجانيه ان شاء الله لو 23. دونك باش تكون البابليك سبيكينغ مع سي نجح مساوي، وفي البيرسونال براندينغ مع سي محمود بن عامر. وبعديك نعملوا كيما شاسو تريزور، سي اون يعني كيما تيم بيلدينغ، دونك باش يكتشفوا فيها لي تريزور وهذيك باش تقعد مفاجأة ان شاء الله مع رئيستنا السيدة أمينة يمينة تويهري. دونك فوالا، دونك سي اون افونتور، اخترنا اسمها شاسو تريزور على خاطر التريزور باش يكون كو سوسوا لي زونتربريز باش يلقاو لو بون بروفيت، وحتى لي كونديدا باش يلقاو لي زونتربريز اللي هما كبار وفاعلين وكل. دونك مش شيرتين باش يكون تريزور لزوز.
Très bien. Voilà. وعلاش اليوم الاختيار بالنسبة لكم انتوما لي دو فورماسيون هذوما اليوم، علاش اخترتوا انه يكون ثم البيرسونال براندينغ وايضا البابليك سبيكينغ؟ علاش بالاختيار تم على الاشياء هذيا باش تسهلوا شوية للي كانديدا انهم يقدموا انفسهم مثلا للشركات؟ علاش الاختيار بالذات لي دو انتيتولي هذوما بالضبط ولا التوبيك هذوما؟ هو توا ان فيت كي واحد كي لونتربريز تلوج ما عادش كيما قبل تقليديا جوست سي في هاك شنو قريتك هاو، لازم يكون عندك لي سوفت سكيلز المهارات اللازمه باش انت تفرق على برشا عباد اخرين. كيما تعرف العباد الكل توا اغلبيه الشباب قاريين وموظفين وكل، مي ديما يقعد انه الكوميونيكاسيون هي اهم حاجه، انك باش تقدم روحك كيف تقدم روحك، وزاد كيف انه كيفاش انت باش تكون عندك ريبوتاسيون ولا اي ريبوتاسيون على الانترنت على لينكد ان، على كيفاش تكون سي في نتاعك يعني معمول بالكدا يعني باش تقنع بيه ويحكي عليك براتيكمون حتى من غير انت ما تحكي. دونك هو هذيك هو باش يكون الواجهه نتاعك من الاول. دونك التظاهره هذه باش تكون مفتوحه للجميع على ما اظن نهار 23 و24 جويليا. هل ثم اجراءات معينه لازم يقوموا بها اللي باش يحضروا في التظاهره هذه او فقط يتوجهوا للمكان؟ هما الحقيقه لازمهم يعملوا الانسكريبسيون اون ليني اللي هي على الباج تاعنا جي تي تونس. فوالا دونك جوست يعملوا الانسكريبسيون، نحن الحقيقه نشوفوا لي بروفيل ومن بعديك باش يصير سيليكسيون وبعد باش يجيو بحدنا نبعثوا لهم انفيتاسيون سور ميل ان شاء الله. تري بيان، بالتوفيق لكم. شكرا لك، بالتوفيق على الاضافات اللي تقدموا فيها كسوا جي سي تونس او حتى في المناطق الاخرى. شكرا لكم مستمعينا، احنا مازلنا مواصلين معكم بعد لحظات باش نحكيو على تجارب الدراسه، نحكيو على التعليم بعد لحظات. مرحبا بكم في الاستماع وين ما كنتوا.